اليوم هذا التواصل ديال المجموعه ديال المصحات ديالنا باش كنبشروا المغاربه بان تم اقتناء اله جديده ديال العلاج بالاشعه. واللي خصنا نعرفوا هو العلاج بالاشعه كان كيشكل واحد الاشكال بالنسبه للمغاربه، لان كان واحد التطور تكنولوجي اللي هو مهم واللي عرفت فيه الآلات واحد التطور كبير، إلا أن هذا التطور الكبير التكنولوجي كي ودي بأن كلفة العلاج كتطلع بالنسبة للمرضى، علما بنا بأن أغلب الضمانات الاجتماعية مازال ما تواكبتش مع هذه التقنيات الجديدة، ومازال ما كتاخدش بعين الاعتبار ديالها. فاليوم هذه سنة الجروب ديال المصحات ديالنا ديال الساحل تم اقتناء واحد الآلة اللي كتسمى هالشيون. شنو هي هاد الآلة؟ هاد الآلة اولا ثمن شرائها ارخص من ثمن ديال الكلفة ديال الاشعة ديال الآلات الاشعة الكلاسيكية ديال التقنيات العالية. ثانيا داك المناخ ديالها فاش كتحط هو مناخ اللي ما كيطلبش واحد الاجراءات معمارية اللي هي معقدة. ثالثا داك التدقيق ديالها قبل الاستعمال ديالها كيكون سهل، بحيث ان اله عاديه خصها 3 شهور ديال التدقيق، اله هالشيون خصها 10 ايام باش تخدم. فلهذا هادو اجراءات كلها جعلوا بان الكلفه ديال العلاج ديال التقنيات العاليه طيح بواحد النسبه ديال 50%، وهذا فيه واحد النوع من الدمقراطه ديال العلاج. اليوم المغربي غادي يقدر يوصل للعلاج بهاد الاله هادي تقريبا بالكلفه ديال الاشعه العاديه. فلهذا علاش بشرنا المغاربه والمرضى ديالنا بان اليوم ممكن اننا نوصلوا لتقنيات عاليه بنفس الكلفه ديال التقنيات اللي هي عاديه. اليوم التغطيه الصحيه كاين حوار، وهنايا كتعرفوا جميع بان انا رئيس الجمعيه الوطنيه ديال المعالجه ديال المصحات الخاصه، كاين حوار باننا عن ما قريب غادي يكون الاخذ بعين الاعتبار هذه التقنيات الحديثه اللي غادي المغاربه يقدروا يتحملوا من طرف التغطيه الصحيه.